ένα παιχνίδι που βασίζεται παιδιά και γαζέλη κάτω πανεστήρου. Και με λιγμένη φιλού του λόγω στην κρένα να φάγω να μην άντρα, χάλι ατρά, χάλι ευκύρι, μορτώ που το καλό Ιωσέν του άνοι της ΔΕΛ του Μαόπτα Αγκούς. Μια ιερμαρκίδιτσι, Μαόπτα Αγκούς για πόφη. Μορτώ και εκεί, αλθάρα κάθε σινέλ, αλθάρα κάθε λιγμού, χάρα της έγκυσα. Ο μητέλη άντρα, πρέπει να πει με την κύρι μου έστα, ήταν μόνο την άντρα, πέστη ένα υπερχείο της Ιωσέν. Η σεπτόμπη είναι στην Κυπριακή, είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι η Αγγλική που αφιερώνει την άλλη στην Κυπριακή στήμωση. Αλλά όταν είναι στην σύστημα, άρα η Αγγλική είναι λίγο πιο σεπτόμπη, τα χάρη που πρώτα βάλτα. Η Νάχη Σιμέ, η Ρώμα έχει την Κυπριακή, ο Βιπέλη είναι στην Κυπριακή, η Τάβο είναι η στήμωση στην Κυπριακή, αν στήμωση. Ακόμα και λέμε ότι μπορεί να φτιάξει ένα χάρη που λέμε ότι είναι στην Κυπριακή. Αλλά όταν σε πόσο μάλλον, τότε δεν είναι να أنا عندي هنا كام بول وكام زيرو موجودين على
محور الكفر. يعني تعالوا لو بصينا كده تعالوا نعمل محور بالشكل ده. تمام؟ التو كومبلكس بوينتس انا بستبعدهم، انا كل ما ببص عليهم البولز والسيريز اللي هم موجودين على الريال اكسس بس. تمام؟ فعندي كام واحد موجود على الريال اكسس؟ عندي تو بوينتس اللي هي زيرو وناقص واحد، وعندي كام زيرو؟ هتحرك ازاي؟ هتحرك على النحو الافقي، يعني انا عندي دلوقتي بول بنتو زيرو، ادي بول هنا، لو ده الاس 2 بتاعي، لو ده كده الاس 2 يبقى انا عندي ده الريال بارت بتاعي اللي بسميه ده هنا جيرو هنا، وده دلتا، وده الاس 2 اللي انا بوقع عليه البولز بتاعي. طيب البولز اللي موجودين عندي، عندي تو بولز، واحد عند ناقص واحد، عشان ابتدي ارسم او عشان اعرف الاجزاء اللي انا هرسمها بتحرك اي كاين من ماينس انفينيتي على الريال بول وماشي على المحور الافقي ده. كويس؟ لحد ما اقابل عند كل ما اقابل نمبر اوف بولز عددهم فردي يبقى هذا الجزء هيظهر فيه البول بتاعي اللي هو اسمه بروتوكس. يعني لو انا اتحرك انت خيال في واحد ماشي بيتحرك هنا قبل ما يوصل هنا قبل ما يوصل هو عند البول دي هيقابل عنده كام بول؟ اثنين، اثنين ده رقم زاوية، يبقى كأن هذا الجزء اللي هو بيتحرك عليه مش هيظهر فيه الروت لوكس. أنا لسه ما قلت لكم نقول مع بعض وبعد كده هنرسم وشوف بيتحرك ازاي. طيب اللي ماشي ده عدى البول ناقص واحد. تمام؟ هيقابل قدامه كام بول؟ هيقابل واحد. طيب بول واحد ده عدد فردي ولا عدد زاوية؟ فردي. يبقى في الحاله دي هذا الجزء طالما انا وصلت الى عدد فردي يبقى الجزء اللي هو بيدي ماينس واحد وزيرو هيظهر فيه البروك بتاعي هيظهر فيه الروت لوكس بس بدون شويه مفاهيم كده. يبقى انا بتحرك وعادي كاني بتحرك كده وعادي. لو لقيت العدد زوجي فيبقى الجزء مش هيظهر. مجرد ان لقيت بتاعي لقيت وانا ماشي كده لقيت ان النمبر اوف بولز اللي لسه موجودين عدد فردي يبقى هذا الجزء هيظهر في الرسمه بتاعتي. هيظهر في الرسم، يعني بين الاثنين دول في من اللاين ده هيظهر منه جزء في الرسم بتاعه، قد يكون جزء صغير، جزء كبير، جزء كله لسه مش عارفين، لكن انا قدرت استنتج ان الشكل ده ان بين التو بولز دول هيظهر عندي في البول بتاعي. طيب لو انا مثلا كان عندي خمسه بولز بمر على كل البوينتس اللي هي فيها اللي هي يعني لو تخيل دلوقتي مثلا لو عندي شكل ثاني الشكل الواحد اثنين تعالوا نشوف ثلاثة بس ثلاثة فوز وأنا جاي بتحرك كده هبص لقيت قدامي في واحد اثنين ثلاثة يبقى وأنا بتحرك كده ولقيت إن أنا في عندي ثلاثة فوز أهو يبقى في هذه الحالة إيه اللي هيحصل؟ إن الجزء اللي أنا ماشي عليه ده لحد هنا هيظهر لو عديت هنا الجزء ده مش هيظهر لأن قدامي اثنين فوز لو عديت هنا الجزء ده هيظهر واحد يبقى ببص على الريال بارت اقصد كان اسمه عامل مساوي. هبص على الريال بارت ما تعرفش انا الكلام ده بيقول اكزاكت مور بوينتس من ذا ريال اكسس ويتش هاف ان اول نمبر اوف بوينتس او زيروز اللي هي ليها نمبر كل نمبر ليها عدد فردي اذا كانت بوينتس او زيروز انا بتبعها مع بعض بوينتس وزيروز المساله بتاعتنا دي ما فيش عندي زيروز انا مختار بس مساله اصغر شويه. فهنبص نلاقي البوينت الجزء الوحيد اللي هيظهر عندي في الرسم وانا ماشي من هنا هو الجزء من الاثنين دول. ليه؟ لان انا هنا كان زاوي هنا كان زاوي هنا كان زاوي بعد ما انا عديت البوينت دي بقى قدامي كل واحد بس ورقم واحد ده على فردي يبقى هذا الجزء هيظهر في الرسم يبقى الفقره اللي هي من ناقص واحد وزيرو زي ما هي تمام اس اقرب من ناقص واحد واصلا من زيرو في اي نقطه بقى هنا او هنا او هنا طبعا في معانا ناقص واحد وزيرو
توصل للقدام ده، لان انا هستفيد بعد كده قدام. طيب تاني خطوه ان انا بتحرك على الريال نفسي بس لحد ما اوصل بس للوظيفه بعديها كل نمبر اوف بولز بولز يوز. تمام، وفي الحاله دي اقدر اعمل ايه؟ اقدر استنتج ان هذا الجزء ده يبقى جزء من البلوك بتاعي. طيب الخطوه الثالثه اللي هو بين الاثنين دول، اوكي؟ اللي هو بين السي وبين الناس 1، لان انا مجرد عديت الناس 1 فعندي فول واحد بس، فبالتالي النقطه دي انا بتحرك واحد بتحرك هنا، كل ما بتحرك علينا هيزعل، لان انا في سكتي قدامي دلوقتي فول واحد. طيب انا بقول ايه؟ كل نمبر اوف بولز او زيروز. البولز او سيوز، اوكي؟ يعني معناها بعد البولز او سيوز ولا بعد مجموعهم؟ او سيوز، يبقى النمبر اوف بولز او النمبر اوف زيوز، اوكي؟ بركز بمشي على النمبر اوف بولز بس او النمبر اوف زيوز بس، اوكي؟ والاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه. طيب تعال نشوف هنا بقى الاف او اس بتاعي. الاف او اس هي عباره عن ايه؟ ترانسفير فانكشن كليه. هي عباره عن جي او اس على واحد زائد جي او اس. صلح لنا دي كده، جي او اس على واحد زائد جي او اس دي جي او اس. طيب هاخد البارامتر كاركترستيك ايكويشن بتاعتي اللي احنا حاطينها قبل كده، وقلنا ان الواحد زائد جي او اس في جي او اس بتساوي زيرو، يبقى اقدر استنتج منها ان جي او اس في جي او اس بتساوي ماينس 1. يبقى اقدر اقول ان انا عندي جي او اس في جي او اس ادي قيمتها واساويها بناقص 1. بعد كده بجيب الكيو في طرف وبقيت الكيو كلها في طرف تاني. يبقى في الحاله دي انا قدرت اعرف اعمل ايه؟ مع تغير الاس انا ممكن اشيلها واعرض عنها ايه؟ جيوميكا. يبقى عند قيم مختلفه ليا، يعني قيم مختلفه للبولز، او اعرض عنها الدلتا زي الجيوميكا. عند قيم مختلفه للبولز اقدر استخدم قيم كيو مختلفه. او العكس، عند قيم مختلفه لكي اقدر اطلع قيم بولز مختلفه. فلما لو انا افرض قيم مختلفه لكي وقدرت استنتج قيم مختلفه للبولز المقابله للقيم المختلفه بتاع الكي، يبقى اقدر اعرف البولز بتاعتي بتتحرك ازاي مع تغير قيمه كي. يعني ماثماتكس بسيطه يا جماعه. انا جبت دلوقتي الكي في طرف وخليت الاس كلها في طرف. يبقى في الحاله دي عند قيم مختلفه لكي اقدر استنتج قيم مختلفه للبولز، يبقى مع تغير قيمه كي اقدر استنتج تغير قيم البولز. يعني اقدر اعرف مع تغير كلمه كي البولز، اتخيل كده البولز هتتحرك ازاي؟ هل هتروح ناحيه اليمين؟ هتروح ناحيه الشمال وهكذا؟ يبقى اقدر اعرف مع تغير كلمه كي السيستم في اتجاهه ان هو يبقى انستيبل ولا السيستم في اتجاهه ان هو هيبقى ستيبل. طيب وصلنا لحد المعادله دي. بجيب حاجه مهمه اسمها بريك اواي بوينتس. بريك اواي بوينتس. يبقى اول حاجه هحط ايه؟ البارت اللي عايزها، وبعد كده بحسب حاجه اسمها بريك اواي بوينتس. انا لسه ما اتكلمتش عنها، بس بنشوف ازاي بنقدر نحسبها. قلت له انا جبتها دي افضلها بالنسبه لاس واساوي زيرو. اوكي؟ لما افضلها بالنسبه لاس واساوي زيرو اقدر استنتج قيم البوينتس اللي بيحصل عندها بريك اواي. بريك اواي في الرسمه وهي بتتحرك كده ابص لها واحده هتتفرق في اماكن معينه. بسمي البوينتس دي بريك اواي. طيب فبص الاقي ان انا عندي معدل الدرجه الثانيه يا جماعه. معدل الدرجه ثالثه. تمام؟ يبقى كان في عندي ثلاث قيم الاس بتخلي المعدل دي تساوي صفر. فقيم الاس هبص الاقي اس بتساوي ناقص 4 6 7 اوكي؟ ناقص 0.47 والقيم الثانيه كومبلكس. طيب القيم الكومبلكس دي لو انا عايزها هنا اقدر استخدم كلمه كي، والقيمه دي اللي بتطلع لي هنا هو النيجاتيف دي. لو عملت كده هنا قيمه الاس هتطلع لي كلمه كي. بعد ما بستخدم القيم الاس بعوض بالقيم اللي انا جبتها واشوف كلمه كي. هبص كده ان انا لو عملت ماينس 0.47 هتديني بوستيف فاليو للكي. يبقى القيمه دي بتاعت البوينت دي اكسبتبل. يبقى انا بقبل كل القيم اللي بتسبب لي ان الكي بتاعتي بوستيف، وبستبعد كل القيم اللي بتسبب لي ان الكي بتاعتي زيرو او كومبلكس نمبر. تمام؟ لان لو كيب زيرو ما فيش مساله. لو كيب زيرو هنا
قاعدين بالبلد ده نوع من الامبليفيكيشن. فبالتالي بحتار قيمه الاس اللي هي بتسبب لي ان الكي بتاعتي بتساوي اصلا. طيب هبشر قيمه الاس دي بتساوي ناقص 0.4 ناقص 0.467 يبقى هيحصل بريك اوي عند هذه البوينت. يعني ايه بريك اوي؟ تعالوا بصوا كده، انا قلت ان انا في عندي ان الجزء من ناقص 1.0 هيظهر عندي في الرسمه بتاعتي، لكن في بوينت في النص هنا الرسمه هتتغير هيحصل عليها بريك اوي. بريك اوي يعني ايه؟ يعني عند البوينت دي الرسمه مش هتمشي في الاتجاه المستقيم ده، هيحصل فيها انحراف، ممكن تطلع تنزل وهكذا، مش هتقدر تمشي في البوينت اللي بعدها، مش هتبقى على استقامه البوينت الاخير، هيبقى فيها انحراف. البوينت دي بسميها بريك اوي، اللي هي القيمه اللي انا حسبتها دي اللي هي كام؟ ناقص 0.467، مش ناقص 0.4 دي، دي بين 0.1، يبقى يبقى في عندي هنا انحراف هيحصل عند هذه البوينت، بسميها البريك اوي بوينت. كويس، لحد هنا الامور ماشيه. حضرتك ما سالتش، حضرتك بتسال على كده بعمل ايه؟ انا بتخيل الرسمه في دماغي عشان ارسمها بعد كده. فعرفت شويه حاجات. طيب بحث الفاليو على فكره مش هتغير معاك بالطريقه دي، بحث فعاوزكم تركزوا معايا في طريقه الحل. بحث الفاليو اللي هي ان ماينس 10 اللي هي نمبر اوف كولز ماينس نمبر اوف زيروز. هبص عليهم ان ماينس 10 بتساوي 4. القيمة اللي بتطلع لي هنا اهو ده معناها ان في موجود عندي 4 infinite zeros. 4 infinite zeros يعني الرسمة بتاعتي في عندي zeros موجودين عند الانفينيتي. ممكن تكون ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، يعني الرسمة بتاعتي بتتحرك لحد ما توصل بلس انفينيتي ماينس انفينيتي. يعني في أربع بوينت في الفراغ بتخيلهم عندهم zeros، فبقول في 4 infinite zeros أو بصورة أخرى. ركزوا معايا، بصوا في الرسالة. مع تغير كلمة الكي الرسمة بتاعتي في أربعة بوينتس، في أربع خطوط فيهم هيتجهوا إلى الإنفينيتي، أوكي؟ فبقول إن أنا في عندي حاجة اسمها فور إنفينيت زيروز، فور إنفينيت زيروز. يبقى الـ N ماينس 10 اللي هي نمبر أوف بوينتس ماينس نمبر أوف زيروز بيعبروا لي عن نمبر أوف إنفينيت بوينتس، نمبر أوف إنفينيت زيروز. نمبر اوف انفينيت زيروز. كويس، عرفت برضه عندك كده ان دول بيعبروا لي عن نمبر اوف انفينيت زيروز، بيعبروا لي عن حاجه تانيه. انها في الرسمه بتاعتي في عندي 4 اسمبتوتس، عارفين ايه الاسمبتوتس دي في الرياضه؟ فاكر لما كنا بنرسم كده اي كلمه مثلا حاجه زي كده؟ افكركم بيها كده. لو انا عامل كيف مثلا عامل كده اهو مثلا حاجه زي كده. انت ممكن تقسمه ازاي؟ ممكن تقول ان انت في هنا عندك خط مستقيم كده. في عندك هنا خط مستقيم تاني كده. في خط مستقيم تاني كده. في خط مستقيم كده اهو. في خط مستقيم كده. التقريب ده كانها خطوط مستقيمه بالشكل ده دي بسميها اسيمتوتس. يعني هي خطوط مستقيمه في اماكن معينه. ممكن لو انا وصلت هذه المعادله الخط المستقيم ايه؟ بمثل ممكن اعملها ازاي؟ بمعرفه تو بوينتس. لو انا عرفت تو بوينتس وصلت بينهم فيبقى التو بوينتس دول قريبين جدا من شكل الكيرف. فلو انا عملت شويه اسيمتوتس بهذه الشكل ووصلت بينهم يبقى كانها مجموعه خطوط مستقيمه منكسره بالشكل ده فيها انكسارات بتختلف جدا من الشكل الاصلي بتاعي. دول بسميهم يعني بوسط الشكل دول بسميهم ايه؟ اسيمتوتس. يبقى هي قيم تقليديه بتمثل بمجموعه خطوط مستقيمه ممكن تكون متقطعه بشكل معين بتوديك لاي كيرف موجود عندك، ممكن يكون اربعه، ممكن يكون خمسه، ممكن يكون سته وهكذا، هي دي معنى كلمه اسيمتوتس. طيب فبقول ان الرسمه بتاعتي في عندي فور اسيمتوتس. كويس؟ فور اسيمتوتس يعني هذا بالشكل ده مثلا. ده كده بسميها اسيمتوت، ده كده بسميها اسيمتوت، ده كده اسيمتوت، ده كده اسيمتوت، اربعه اسيمتوت. ليهم سنتر في المايكروسكوب في البروبس بيكون ليه سنتر وعامل زوايا مختلفه مع المحور الافقي. ليه سنتر وعامل زوايا مختلفه مع المحور الافقي. يبقى عشان احدد الاسيمتوتس بتاعتي في حاجه بحددها في الرسمه بتاعتي اسمها اسيمتوتس. عشان احدد هذه الاسيمتوتس لازم اعرف حاجتين مهمين، السنتر بتاعها تمام
عبر ان مجموعه بيرنز مع مجموعه سينوس على الفرق بينهم يديني السيمبل كالس، يديني قيمه اس اللي عندها البوينت بتاع الفقاره. طبعا ده رياضيا انا معاهم في الديسكريبتور، انتوا خدتوا على مثلا صوره الحاجات دي تقدر توصل لها. اوكي، فاحنا بنستفيد من العلاقات النهائيه. يبقى مجموعه بيرنز مع مجموعه سينوس على الفرق بينهم اقدر اوصل لهذه القيمه. فتعالوا نشوف كده مجموعة البوينتس بتاعتك، أنا عندي كام بوينت؟ عشان كده بقول لكم لازم نستنتج الكيرف بتاعتها لأن احنا هنستفيد منها. طيب، عندي اس بتساوي 0، اس بتساوي ناقص 1، تمام، اس بتساوي كذا، دي كلها نمبر اوف بوينتس، مجموعة البوينتس. لو جمعت البوينتس دول أو الاثنين جمعتهم مع بعض، تمام؟ ناقص مجموعة سيوس، أنا عندي كام زيرو؟ اللي هي الفاينايت نمبر اوف زيروس، كام؟ ولا زيرو. انا عندي 1 فاينايت زيرو، لكن عندي كام انفينيت زيرو؟ 4. اوكي، انا لسه بتخيل اشكال عشان ابتدي ارسم. طيب، فلو حسبنا مجموعه سيوس ناقص مجموعه بوينتس ناقص مجموعه سيوس وقسمنا على الفرق بينهم كام؟ لقينا ان 4 ناقص كام؟ ان ناقص ان ناقص ان عندي كام؟ 4 وكام زيرو؟ 4 ناقص كام؟ 4. هبص الاقي الاس اللي منها بتساوي ناقص 1.25، يعني على المحور الافقي عند القيمه ناقص 1.25 من هنا هيبقى في عندي تقاطع، في عندي سنتر الاسمتوت. الاسمتوت ده كام خط؟ بعرفها ازاي؟ اللي هي نمبر اسمتوتس. بيكون في عندي اربع برانشز، الاثنين من الاسمتوت دول بيعبروا لي عن النمبر اوف برانشز اللي خارجين من السنتر بتاع الاسيتون. اربع برانش، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. كل برانش بنقول عنه زاويه. الزاويه بجيبها ازاي؟ الفرق ايه؟ بتساوي 2 كيو ناقص زائد 1 على ان ماينس 2 في 180. تمام؟ انا عندي اربع اسيتونز، كويس؟ اربع اسيتونز يعني عندي اربع زوايا. يعني هعرض عن كيوب زيرو 1 و2 و3، لو عرضت عن كيوب زيرو 1 و2 و3 وعرضت هنا هبص الاقي ان الزوايا اللي بتعملها الاربع اسمتوتس دول هم عباره عن 45 درجه، 135 درجه، 225، 315. يعني هنا اسمتوت عند 45 درجه اللي هو اللاين ده لحد هنا، اللاين التاني ده عامل زاويه مقدره 135، اللاين التالت كده عامل زاويه مقدره 225، اللاين الرابع من اول هنا هو اتحرك كده عامل زاويه مقدره 315. عشان كده انا قسمت لكم الزاويه بتتحرك ازاي؟ من الجزء الموجب وفي عكس اتجاه عقارب الساعه. يبقى انا في الحاله دي حددت الاربع اسمتوت. انا قاعد بحسب حاجات بس لسه ما رسمتش كل الحسابات، بس الحسابات دي مهمه عشان اقدر ارسم. طيب، الخطوه المفروض ان احنا نعملها بعد كده، انا عاوز في الاخر خالص مع بعض ما نستنتج كل القيم دي ونعرف ازاي بتحصل، هلخصهم في جدول كده على جنب، وبعدين هبتدي ارسم. فتعالوا نشوف الخطوه اللي هنعملها بعد كده هنا. دي احنا وصلنا لحد رابع خطوه، في خامس خطوه بقى ان انا هجيب الانترسكشنز مع المحاور بتاعتي، الاكس اكسس والواي اكسس. طيب، كل ده انا بتعامل مع ايه؟ خلي بالك من حاجه، كل التعامل بتاعي لحد دلوقتي انا بتعامل مع البوينتس اللي هي موجوده فيه اللي هي الريال بوينتس. يبقى اول شغل اللي انا اتعلمته لحد دلوقتي انا بتعامل، خلي بالك من خطوه مهمه جدا، ان انا بتعامل مع الريال بوينتس. احنا قلنا ان احنا في عندنا كام بوينت؟ زيرو وايه؟ وكام بوينت كام عندكم؟ زيرو ماينس 1 كنت ايه؟ ماينس 1 كنت زيرو؟ تمام؟ احنا وبعد كده في عندي البوينتس بتاعتي اللي هي الماشي ريكورد. انا لازم اتعامل مع البوكس اللي هي موجوده فيه اللي هي عليها مريال. يبقى كل اللي عملته لحد الخطوه رقم 5 اللي هنتكلم عنها دلوقتي انا بتعامل مع البوكس، مع تحرك البوكس باستخدام الاوتوكس عند قيم مختلفه. اي بوكس؟ البوكس اللي هي الريال بوكس. لسه ما اتكلمتش خالص عن الماشي بوكس. يبقى كل اللي عملته لحد الخطوه رقم 5 انا بتكلم عليها الريال بوكس. كويس، لان انا كنت بقول ان انا
sebentar, terus kemudian rutin ke sekian. Baik. Yang makan di bulan haram, bulan dari haram ada esensi. Amin. Hai haram para masal bayi. Ambil perfumun aku dah kira. Inilah dari mana ini. Itu dia. Waktu waktu keluar anak ada tesh ada sesuatu yang penting. Ini dari mana tahap kemudian dihun entrap min zero min bonus urai yang nafsu zero entrap min bonus urai yang nafsu zero okay ya ada syarat stress mata kerut lupus bonus yang tak kita harap ala masalah hasil masalah biar tidak min bonus yang dah dah all the issues okay jika ada bonus tak harap lese dia usah dia zero dia tamam. لو البول ده اتخرب لازم يوصل الى زيرو في الاخر. فدايما بقول ايه؟ ان انا في عندي البول ده بينطلق ساعه بشكل عام كده والبول ده بينطلق ساعه بشكل عام كده. اوكي؟ طيب ليه مش رايح الناحيه الثانيه؟ ليه البول ده دايما هو بينطلق من بول ورايح لزيرو؟ ده البول ده بيتخرب فلازم يتخرب كده. والبول ده بيتحرك لازم يتحرك كده. ليه ما قلتش ان البول ده بيتحرك كده والبول ده بيتحرك كده؟ ده يتحرك ناحية الزيرو؟ ليه؟ لأن أنا قلت الأسرة بطل إن الجزء ده هو جزء من المسار. فطالما ده جزء من المسار والبول ده لازم ده البول ده هيتحرك على المسار اللي هو جزء من الرسمة والبول ده لازم هيتحرك على جزء من المسار على المسار اللي هو جزء من الرسمة. ده الاثنين الجزء ده والجزء ده ليس جزء من الرسمة. دكتور مش المفروض إن أنا بتحرك ناحية الزيرو؟ بتحرك ناحية السينوس أي سينوس بقى؟ السينوس دي موجودة في الإنفينيتي اللي هم أربعة أربعة سينوس. يعني مش السينوس دي مش السينوس في الرسمة. هو لما الرسمة بتاعتي يبقى في عامل بولز جديدة مش بولز جديدة بولز موجودة هتتحرك لمكان ما. لازم يكون هناك في زيرو. البول ده عشان يتحرك لازم يستمر عند زيرو. يعني نهاية البول يكون عند زيرو. بحرك من بول لزيرو. بحرك من بول إلى زيرو. ما اقدرش اقول البول ده هيتحرك في مكان. ولا يتحرك في ناحيه ولا ده انا مضطر ان انا اقول هو بيتحرك على ده ومضطر ان انا اقول ده بيتحرك على ده ليه؟ لان اثبتت في فرض رقم 2 ان ده جزء من المسار بتاع الكروس تمام؟ يبقى في الحاله دي مع تغير كلمه الكي مع تغير كلمه الكي الفولت ده هيبتدي يتحرك تنطلق فراغ الكي ده الفولت لما بتتحرك لازم تتحرك على جزء من المسار ان انا فرضت ان الاول هو جزء من المسار او مش فرضت في السلوك استخدمناه كده برضه كده هيبقى جزء من هذا المسار. كويس قوي. يبقى ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده. في بوينت هيحصل عندها تفرق. اللي هي بس اللي انا سميتها ايه بقى؟ البريك اوت بوينت. يبقى عند البوينت اللي هي ناقص 4 من 10 تمام؟ عند البوينت اللي هي ناقص 4 من 10 هيحصل فيه تفرق عن البوينت دي. يعني ازاي؟ يعني يا اما دول هيتفرقوا ويمشوا كده او هيمشوا كده أو يمشي في اتجاه معين، يعني كل دول هياخد مسار مختلف عن التاني. تمام؟ عند هذه النقطة. البول اللي جاي من هنا والبول اللي جاي من هنا، عند النقطة اللي اسمها بريك أوت بول هنشوف شكله عامل ازاي، هياخد أي مسار. بس عند البريك أوت بول البولز اللي هي المنطقة اللي هي بتتحرك اللي هي الريال بولز اللي هي البولز الريال ما هياش إيماجينال بتتحرك بهذا الشكل. طيب. ده بيتحرك ولا بيتحرك؟ هل يا ترى هيتحرك؟ هيتقطع مع الماشي الاكس هل هيلف ولا هيمشي في الاتجاه او الكلام ده؟ انا ممكن اعمل تشيك؟ يبقى انا برضه لسه بستنتج حاجه جديده، ايه اللي بستنتجها؟ بستنتج دلوقتي تقطع المسار بتاعي اللي هو الروت فيرس بتاعي مع الماشي الاكس، ما هو منطلق من على الاكس اكسس. هل يا ترى هيلف ويطلع شيء الماشي الاكس ولا مش هيلف؟ كل ده انا بتخيل شكل المسار قبل ما ارسمه. اوكي؟ فعشان اعرف القصه دي ايه؟ بجيب المعادلة بتاعت الكي لأن الكي هو مسار الفكتور بس مش الكي هو مسار الفكتور بس عند الدرجة الماضية مختلفة أو أنا بعتبر إن في كي مختلفة وأنا بقابلها بوكس مختلفة طيب يبقى هل عند المسار ده اللي هو الكي بيساوي الكلام المعادلة دي المعادلة دي مهمة جدا هي دي المعادلة ودي المعادلة اللي أنا بسألها في بعض الأحيان دي المعادلة اللي بسألها لو أنت جيت عيان كلمات في المعادلة دي هيطلع لك الفكتور اللي إحنا بنعمله ده شكل تقييمي عشان أقدر أستخدم الفكتور بس مش البوينتس فلو جيت في المعادلة بتاعت الكي دي، في المعادلة بتاعت الكي هي دي. وعرفت على اس بتساوي جي اوميجا. فبص بقى هيبقى في عندي ريال بارت وماشي بارت، في بارت في جي، في بارت في
ما فيهوش الجبال. طيب المفروض في المعادله بتاعتي الريال بارت في الطرف الشمال بيساوي الريال بارت في الطرف اليمين، الريال بارت في الماشي بارت في الطرف الشمال بيساوي الماشي بارت في الطرف اليمين. فده اللي عملته هنا، قلت ان كي كده عباره عن الريال بارت يساوي ماينس 4 زائد 17 قمت تبديله اهي. دي ما فيش فيها شيء. وغير قيمة الشيء عندي قيمة الواي واي جي أو الواي يا جي أهو اللي هي قيمة المحور بتاع المشهد البر هو ده. هذه القيمة اللي هي المشهد هي عبارة عن ماينس 60 هي بقى اللي هي عبارة عن 5 أوميجا تقريبا ماينس 13 أوميجا. يبقى 5 بتساوي 0 ما فيش المشهد البر في البازيلو بيساوي الكلام ده. الصورة دي كويس من المعادلة الرقمية أقدر أستخدم إن أوميجا بتساوي زيرو. لو جبت أوميجا بتساوي زيرو وعرفت إيه في المعادلة الرقمية هبص ألاقي إن قيمة كي بتساوي صفر. لو قيمة كي بتساوي صفر زي ما قلنا نجلت إيه يبقى كي مفيش عندي مسألة خلاص ما ينفعش. كويس طيب أنا برضه من نفس المعادلة اللي هي بيجي أقدر أستخدم إن أوميجا بتساوي زائد أو ناقص جذر 13 على 5. لو عرفت قيمة زائد جذر 13 على 5 وناقص جذر 13 على 5 وعرفت أوميجا هنا هستخدم كلمة كي، هبص ألاقي كلمة كي عندي هتديني بوستيف فاليو. أوكي؟ والبوستيف فاليو دي اللي هي كلمة كي دي هي اللي عبارة عن انترسكشن مع الإيماجينري، انترسكشن مع الإيماجينري بارت. ليه يا جماعة بتعبر عن انترسكشن مع الإيماجينري بارت؟ لأن هي القيمة اللي عندها قيمة كبيرة. صح؟ مش هي الكلمة اللي عندها قيمة واحدة؟ تمام؟ كويس أوي، طالما إن هي عندها قيمة واحدة يبقى هي اللي بتظهر على المشهد الفرد. يبقى أقدر أستخدم في هذه الحالة دي هتديني قيمة بوست بوست تاني أوكي، ويبقى كأن عندي التقاطع مع التقاطع مع المحور الرأسي اللي هو المشهد الفرد هيكون عن زائد وناقص جذر 13 على 5 تطلع حاجه احسبوها. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان البول ده بيتحرك هنا والبول ده بيتحرك هنا وعند البوينت دي هيحصل حاجه كده. ليه؟ لازم البول يلف، لازم عند التقاطع عند البوينت اللي هي البيجا والبوينت دي هبص الاقي الكيرف هيلف ويتقاطع مع الناشونال اكس عند القيمه 1.6 نيجاتيف. وهتنطلق ازاي؟ لازم يتحرك البوست بتاعه زيرو، تنطلق الى زيرو. طب ما فيش عندي زيرو، عندي في كام زيرو عندي في دي؟ في عندي اربعه زيروز، يبقى ده هيروح زيرو وده هيروح زيرو. هيفضل عندي 2 زيروز. هيتحرك ليهم اي بوست اللي هنعرفه مع بعض في البيت؟ هيتحرك ليهم البوست اللي هم الكومبلكس بوست. احنا كل ده بنشتغل على اي بوست؟ على البوست اللي هي الريال. طيب يبقى في الحاله دي ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده وهيحصل تقاطع عند البوينت دي وبص الاقي ان هو الكيرف هيعمل كده وهينطلق الى انفينيتي يعني عند زيرو عند انفينيتي وهينطلق هنا برضه عند زيرو عند انفينيتي. اوكي؟ كويس. في حته احنا ما قلناش لسه اللي هي عباره عن اسنتوس، احنا قلنا اسنتوس السنتر بتاعها. ناقصنا دلوقتي ايه؟ ناقصنا نعرف دلوقتي مسار اني بولز، مسار التو كونجكت بولز. هيلفوا ازاي بقى او هيتحركوا ازاي؟ هما برضه هيتحركوا من عند كام البولز بتاعتهم وينتجوا عند التو زيروز موجودين عند الانفينيتي. اوكي؟ بس الانفينيتي مش انفينيتي دي. الانفينيتي اي مكان في الفراغ. ففي عامل ده اتحرك كده، ده عرفت ان هو لازم هيلف ويتحرك كده، وده عرفت ان هو لازم هيلف ويتحرك كده. من البوكس بتاع الريال بارك بتاع البوكس بتاع الريال بارك. اللي ماشي هنا هنشوف على الناس. هناخد بالك كده معاهم كلام كده.
اكسبورتس ولاعيبنا المواقع بتاعتنا. دي حاجة بحسبها بسميها لانجل ريبارتشر. ايه لانجل ريبارتشر دي؟ اللي هي كانها عارفين تزودي الاقلاع والبول وهيتحرك ازاي البول ده تمام؟ والبول التاني كومبلكس هيتحرك ازاي؟ احنا عرفنا خلاص البول اللي هو الهمام اللي هو الريل هيتحرك ازاي؟ تعالوا نشوف هنا طيب نشوف هنرسم ازاي؟ العلامة بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي عشان اعرف الانجل ريبارتشر بتاعت البول اللي اسمه اي بول اسمه ناقص اثنين. انا عندي تو بولز، بول ناقص اثنين زي جي 3، بول ثاني ناقص اثنين ناقص جي 3، ناقص اثنين زي جي 3، وبول ثاني اسمه ناقص اثنين ناقص جي 3 اللي هو بتاعتي. كويس؟ التو بولز دول هيتحركوا ازاي؟ التو بولز دول هيتحركوا بزاويه معينه، تعالوا نشوف هنعمل ايه. عشان اعرف احسب الزاويه اللي بيتحرك منها البولز بجيب بقيه البولز التانيين، بجيب العلاقه الارجيومنت بتاع هذا البول سيوس واربعه مع بعض. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. يعني سيب البروفيسور اللي احنا كاتبينها هنا دي هو اللي انا عامله هنا على طول. بعمل ايه؟ انا عندي كل اللي هو ناقص 2 زائد جي 3 ناقص 2 زائد جي 3 ناقص 2 زائد جي 3 ناقص 2 زائد جي 3. وفي عندي بعد كده يبقى فاضل 3 بولز تانيين تمام؟ او 2 بولز وفي زيرو تمام؟ كويس. الاثنين بولز التانيين منهم واحد imaginary او الاثنين بولز اللي بص معايا بص انا عندي كام بول معلش نرجع تاني عندي كام بول؟ اربع بول كويس؟ الاربع بولز كل فيهم الاثنين imaginary اللي انا بحسب عندهم دلوقتي والاثنين بولز الثانيين اللي هم زيرو فكروا لي زيرو سالب 1 تمام؟ الزيرو وسالب 1 طيب ادي زيرو وادي سالب 1 وادي ده اللي هو الماشينري بتاعي بشتغل على البول ده والمسافات بينه وبين ما ايه؟ البولز. طيب فبقول دلوقتي بين البول ده والبول ده بجمع ده الماشنري بارت، الماشنري بارت يعني الماشنري بارت الماشنري بارت والريال بارت على الريال بارت واشوف السبب اللي عليها. فبص بقى لو العقل دي على بعض الارجيومنت بين التوتال بره وبعد ناقص 2 زائد 3 جي ناقص البول التاني ناقص 2 زائد جي 3 ناقص البول ده ناقص 2 ناقص جي 3 ناقص البول اللي هو كنت ناقصه بطلعهم من بعض الريال من الريال من ماشي من ماشي يطلع عندي الارجيومنت جي 6 جي 6 ده معناه ان هو زاد المقدار على كام؟ يعني كام ماينس 1 قبل ماشي من بارت بس زاد المقدار على 9. طب هنا هيديني زاد المقدار كام؟ 123. هنا هيديني زاد المقدار لو طلعت لو عملت كام ماينس 1 3 على ناقص 1 يعني كام ماينس 1 ماينس 3 هيديني زي المقدار 180 اوكي؟ هطرح 180 ناقص 4 سوايا دي لو طرحت 180 ناقص 4 سوايا دي هبص كده يديني زي المقدار ناقص 142 و13% تمام؟ طبعا لو كان في زيرو كنت هطبق على القصه اللي فاتت هنا اللي هي عباره زي الصف وتأمين صف بتاع السيريوس بقى اذا كان في عندي سيريوس لكن انا عندي هنا سيريوس بكام؟ مفيش سيريوس هنا مفيش عندي تمام؟ فطبقت 180 ناقص السبميشن بس. لو كان في زيروس يبقى زائد السبميشن بتاع الاكس بتاع السبميشن. طيب فهيطلع لي زاويه هنا اهو الديبارتشر بتاعت المقدار ماينس 142 يعني كاني بتحرك تحت كده زاويه المقدار ماينس 142 وبينطلق البول بزاويه المقدار ناقص 140. البول الثاني هو سيمتري لو عامل سيمتري هقول حاجه مهمه جدا بقى خاصيه ضيفها تاني ان الريد لوكس دايما سيمتري اراوند الاكس اكسس. اي رسمه لود لوكس عشان تبقى مظبوطه وصح لازم تكون سيمتريك اراوند الاكس اكسس تمام؟ فطالما ده هيتحرك كده يبقى الثاني هيتحرك كده. تعالوا نشوف الرسمه اللي بتعمل ازاي. انا عندي بيانات كتير على الرسم يعني. كله سيب الالف بقى وركز معايا. انا كان في عندي كام بولز؟ اربع بولز. في عندي كام سيوس؟ مفيش ولا سيوس في السنه بتاعتي. الاربع بولز مع بعض هنا وهنا وهنا حددت الموقع بتاعي خلاص. بعد كده اتحركنا هنا لحد ما قابلنا نمبر اوف بولز بتساوي عدد فردي. هنا كان العدد زاوية هنا كان عدد زاوية. أول ما دخلت هنا بقى العدد اللي قدامي هنا بول واحد ففي الحالة دي بقى عندي عدد فردي. يبقى في الحالة دي المسافة بين التو بولز دول هتبقى جزء من الروت لوكس بتاعي. كويس.
طيب اتحرك في الاتجاهات بدينا عند النقطه دي بقى في عنده بيتا و النقطه دي عرفنا نحسبها حسبناها تمام كويس يبقى عند النقطه دي في جزء هيتحرك كده وفي حاجه هيتحرك في تفرق اتعلمنا حاجه ثانيه برضه اتعلمنا ان احنا نقسم حاجه اسمها اسيمتوتس وعرفنا نقسم السمه بتاع الاسيمتوت وعرفنا نقسم الزوايا بتاعته طيب فانا عرفت ان في تفرق في بوينتس بيحصل عندها السمه بتاع الاسيمتوت تلعب كام عند النقطه دي تلعب كام 1.25 يبقى الكل دي يكتب عندك دي 1.25 يبقى عند النقطة 1.25 في سنتر وفي عندي أربعة أسيمتوتس عرفت نفس الزاوية بتاعتها عرفت نفس الزاوية بتاعت ده كام والزاوية بتاعت ده كام والزاوية بتاعت ده كام وده كام واحد فقدرت أعمل تو أسيمتوتس اللي معمول من بين الأسود كده يا جماعة تو أسيمتوتس وعند القيمة هنا 1.25 والبوينت اللي حصل عندها البريك أوي دي عند 24 اتكلم عن كل كام كويس ايه اللي هيحصل بقى؟ انا عرفت بالنسبه للريال بولز في عندي عند البوينت 4 من 10 كتير اتخرجوا وعرفت ان في تقاطع عند 2 بوينتس هنا وهنا حسبنا التقاطع عند الماجيك بوينتس اللي هي زي الجذب 13 و 17 تطلع عند حاجه زي كده ممكن تروح تجيب هنا وتلعب تجيب هنا يبقى في تقاطع دول هيتقاطعوا وهيتقاطعوا مع ماشي يا ناس في هذا الشكل نلاحظ حاجه مهمه ايه اللي حصل يعني؟ انها مجرد ان انا عرفت التقاطع بديت على طول موازي الى اقرب اسيمتوت يبقى كان الناس انا بشوف اقرب اسيمتوت اللي هو ده واجيب ده استقامته واشوف اقرب اسيمتوت اللي هيجيب ده استقامته ودول بيتبدلوا الى انفينيتي بلاقي انفينيتي وده انفينيتي وانا عارف ان في عندي اربعه اسيمتوت حسبتها من ايه؟ من الـ number of points ناقص الـ number of zeros يبقى انا عارف ده هيفضل لحد الفيديو ده هيفضل لحد طيب التاني الـ point قلنا هيتحرك بزاوية مربوطة ناقص 100 و 142 يبقى عارف هنا زاوية ناقص 142 وهيتحرك ده كده بمين كده تاني ناقص 142 لحد ما يقابل اقرب اسيمتوت ويبتدي يتحرك موازي يبقى الاستفادة اللي انا استفدتها ان انا مسافة الاسيمتوت دول ان انا عرفت ده هيتحرك ازاي لا انا استطيع ما فيش حاجه اسمها ان هو بيعدي الاسيمتوت تمام هنا على فكره انا كنت ممكن ارسم ده تقاطع واحد او تقاطع واحد مش مشكله على حسب القيمه بس دي انا مش عارف القيمه بتاعتها كده اوكي يعني الماشي بارك ده اهو بيتحرك زي ناقص 142 درجه وموازي الى اقرب اسيمتوت الى انفينيتي ده برضه نفس الحكايه بيتحرك بسبب 142 درجه هيقابل اول الاسيمتوت هيتحرك موازي تمام ممكن نتقاطع اسيمتوت كبيره احنا بنرسم رسم تقريبي يا جماعه بنرسم رسم تقريبي انا بعد كده عند الفيلم انا مش عارف ازاي انا بس كل اللي يهمني ان هو ان انا اعرف شكل البولز بتتحرك ازاي تمام يعني ده معنى بالنسبه للرسم التقريبي معناها ايه؟ ان لو الكي بتاعتي كبرت ايه اللي هيحصل؟ لو الكي كبرت هيبقى في عندي مشكله كبيره مشكله بيسببها لي اني بولز اللي بتسبب لي مشاكل الريال بوكس ولا الماشين بوكس لما الكيت زيد الريال بوكس بالظبط ليه؟ لان الريال بوكس بتتحرك يعني بتتحرك في مسار يتجه ناحيه الرايت هاند سايد فممكن يسبب ان السيستم بتاعي ان ستيبل سيستم ولكن الماشين بوكس ده لما مصلحته لان الماشين بوكس لما الكيت تزيد ايه اللي بيحصل؟ بتبعد اكتر فبتبقى مور ستيبل تمام؟ فانا كراجل ديزاينر انا عاوز ايه؟ انا عاوز السيستم بتاعي يتجه ناحيه الاستابيليتي يبقى المفروض ما ازودش الكيك بالقيم اللي تسمح بالتو بوينتس دول ان هم يتقاطعوا ويتحركوا ناحيه الشمال تمام؟ كده؟ لان انا ممكن عند بوينت معينه يبقى البوينت بتاعي هنا او هنا او هنا او هنا, أو هنا. اي حاجه على المسار او هنا او هنا او هنا او يتحرك على هذا المسار هنا او هنا او هنا او هنا مع زياده الكيك هو ده اللي بيعمل المسار بتاعي فالشطاره بتاعتي ان انا اجيب كيك بحيث ان هذه القيمه لا تتعدى ما تبقاش هنا ولا هنا ولا هنا. تسبب ان البولت بتاعي يقع عند البولت دي او عند البولت دي ولا يتعدى خط الراس. لكن من مصلحتي ان دول ان البولت بتاعي يبعد شويه من ايه؟ لان كل ما بعد شويه كل ما السيستم بتاعي يوصل لستيت ستيت امتى؟ اسرع ولا اقل؟ هيبقى في اوسيليشن. الاوسيليشن موجود عندي. طالما في جوع عندي في كومبلكس بولز يبقى لازم هيكون في عندي اوسيليشن. لكن كل ما البولز بيبعد ناحيه الشمال كل ما اوصل
في سيستم ليه انرجيا معينه فالانجليش نوصل بسرعه ليه؟ لان السيستم هتقول اي سيستم في الدنيا ليه انرجيا ليه طول. طيب انا لو عايز احرك الترابيزه دي كده اوكي هي الانرجيا بتاعتها لا تسمح لي ان هي تتحرك وتوصل الى ستيدي ستيت الا خلال فتره زمنيه مناسبه. يعني مش في الدوله اللحظه عندنا كده تقدر تتحرك لان هي انرجيا. لازم انا اتحكم في الموضوع اتحكم في اي حاجه غير بارامترز معينه بخليها السيستم بتاعي تقيل. فمن مصلحتي ان ما يكونش الريسبونس بتاعي سريع. ده المصلحه الريسبونس مرتين شويه. فالبونس بتاعتي تبقى ناحيه اليمين شويه. يعني ناحيه الشمال ولكن قريبه من المحور الراس. لكن لو انا عاوز السيستم بتاعي سريع الكترونيك سيستم. الكترونيك سيستم انا عارف الريسبونس بتاعه سريع جدا. مش هدي سنه ويوصل لستين سنه على جنب 4 سنين لحد ما اوصل لستين سنه ما ينفعش. اوكي؟ على حسب طبيعه السيستم بتاعي انا بحط مواقع البولس اللي هي موقع الكنترولر هو ده الكنترولر اللي بحطه. الكنترولر هو بيتحط فين بقى؟ مش احنا قلنا جي على واحد زي جي اتش انا ممكن اغير في الجي دي او اغير في البارامترز بتاعي الترانسفير فانكشن على حسب الكنترولر اللي انا عاوزه عشان اغير مواقع البولس او اغير في الجيم في الكي دي بحيث ان انا اطلع من البولس بتاعي بتتحرك بطريقه معينه. واضحه؟ ساعتها الزاويه هتختلف؟ زاويه الاسنتوس هتختلف ولا؟ معلش زاويه الاسنتوس هتختلف ولا هتبقى ثابته؟ زاويه الاسنتوس هي في ناس احنا عارفين زاويه الاسنتوس احنا قلنا على سيجما البولز ناقص سيجما سيريوس على البولز ناقص سيريوس فلما سيجما البولز صغير وسيجما المواقع البولز صغير اكيد السيجما اللي فوق الوسط هيغير يبقى اكيد السنتر هيغير طالما السنتر اتغير انا في عندي اسنتوس جديده. تمام؟ انا بعمل الديزاين بتاعي واحسب الاسنتوس اللي هي السنتر بتاعها واحسب الزوايا اللي عندها وابتدي اعرف استخدم الكمبيوتر ده. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده يا دكتور. قبل يتم التكلم ان شاء الله. قولوا لي الاسبوع الجاي، فكروني الاسبوع الجاي هقول لكم. مفيش اسبوع جاي بقى خلاص.